ما هي كل مناسبة الأهلي، هقول لكم كابتن محمود الخطيب في احتفال النادي الأهلي بأبطال أكتوبر عدد بعض المواقف تاريخيًا لدور النادي الأهلي مع وطنه، نفكركم بيها. دور النادي الأهلي الوطني خلال حرب 67 أو في حرب 67، وإزاي تحول الكلام ده، يمكن ناس كتير ما تعرفوش. ملاعب النادي الأهلي تحولت لمراكز تدريب عسكرية. أعضاء النادي الأهلي يعني تطوعوا وتدربوا على المقاومة الشعبية زي كل حتة في مصر، مش في النادي الأهلي بس. بس أنا بقول دور النادي الأهلي اللي إحنا عارفينه واللي إحنا عشناه. كمان سيدات النادي الأهلي بيتسابقوا ويحاولوا إن هم ياخدوا كورسات أو يعني ياخدوا تدريب في التمريض. هو ده دور النادي الأهلي 67، غير طبعا التبرعات بقى اللي كانت موجودة من الجمهور ومن الأعضاء. 73 بقى حاجة تانية خالص، برضو في تبرعات، لكن أقول لكم حاجة يعني نفخر بيها جميعا بقى كنادي أهلي. لما طلبوا التبرع بالدم، النادي الأهلي أعلن في وسط أعضائه التبرع بالدم. عارفين حضراتكم أول يوم كم واحد جه؟ 8000 واحد. 8000 واحد يتبرعوا بالدم في يوم واحد. يا جماعة هي دي الوطنية، هو ده النادي الأهلي وهي دي الوطنية اللي احنا عشناها.